لو الحكاية فيها إن فيديو. والله الاجتماع مجلس الإدارة الشهري لشعبة شركات الحق العمالة في الجيزة انعقد يوم 2/12/2015، وكان جدول الأعمال بيركز على نقاط رئيسية ومهمة حاليا، يعني مشاكل كثيرة بتواجه شركات الحق العمالة بالخارج. تمام. طبعا في خلال الاجتماع طبعا كان في زميل سكرتير عام الشعبة نقل مقر من الجيزة للقاهرة، فوفقا للقانون لازم يتم انتخاب سكرتير شعبة، وتم انتخاب الزميل الأستاذ علي سليمان سكرتير للشعبة بدل الزميل الأستاذ عبد المحسن السلمان. تمام. الحقيقة احنا كنا مركزين في الاجتماع على المشاكل اللي تواجهها الشركات في نشاطها، والجهات اللي هي بتحارب الشركات ومعرفش ليه، خاصة الإعلام المرئي. يعني بدأ يعني زي قناة مثلا زي قناة القاهرة والناس، فوجئنا إن هي جايبة ثلاثة غير مجهولين الهوية، مش عارفين يركزوا في الكلام، جايبة واحد بتدعي إن هو صاحب شركة سفريات، وطبعا بعد التحقيق والبحث لقيناها مش صاحب شركة ولا يمت بصلة لشركات الحق العمالة المصرية في الخارج، وعمال يشهروا ويقولوا النصب من خلال مكاتب السفريات. طبعا ده يعني قطاع وكيان اقتصادي مهم، دخل المصريين في الخارج لا يقل عن دخل قناة السويس حاليا او يزيد، يشهر بيه. طب هنشتغل ليه بقى الشغلانة دي، وايه الهدف من وراء ذلك؟ انا بحس ان هي مكيدة للشركات اللي هي دلوقتي بتعمل تكتلات اقتصادية كبيرة، زي شركات ما بتتأسس في دول شقيقة عايزة تيجي تغزو السوق المصري، بينادوا بتأسيس شركة لتعيين الشباب هنا في مصر. فإحنا فين يعني؟ لازم نكون يعني نسبة وجودنا، وإما مهمين للدولة وإما مش مهمين. الدولة بتحاربنا في من خلال الإعلام، الجهات الحكومية سلبية في اتخاذ أي قرار إيجابي يخصنا. طب الحل إيه؟ لازم ندور حتى على الأقل على أكل عيشنا. تمام. فكان الاجتماع مركز على إن إحنا طبعا اعترضنا على البرنامج اللي نزل في قناة القاهرة والناس اللي هو الحكاية فيها إن دي، ومبقناش عارفين الحكاية فيها إن دي، القناة دي تبع الفيتو، لأن الفيتو برضه شعارها احنا الشعار بتاعنا لو الحكايه فيها ان لو الحكايه فيها ان والحكايه فيها ان القاهره والناس. طبعا في زملاء من شعبه القاهره بعتوا انذار وقالوا ليكم حق الرد، وان شاء الله في زملاء هيمثلوا الشعبه. احنا دلوقتي بنتعاون مع بعضينا في سبيل المصلحه العامه، سواء من القاهره يحضروا برنامج اعلامي. اهم حاجه تاكيد اهميه هذا القطاع بالنسبه للمصريين، دي اول حاجه. تاني حاجه بنحافظ على انتاج الخدمه دي، لان خدمه هامه للجميع ولا يخفى على الجميع البطاله اللي هي موجوده في مصر. تمام. لما بنحقق فرص عمل، احنا دلوقتي في مرتبات بتوصل، بنصفر ناس مرتباتها الشهريه يعني تفوق 50,000 ريال شهريا، أطباء، مهندسين، مدراء مشاريع، والحمد لله رب العالمين السوق السعودي لغاية الآن واعد. فمش عارف إحنا بنتحارب ليه؟ يعني ده القصة دلوقتي. فإحنا عندنا اتجاهات، برضه هنكثف الحديث عن دورنا في خدمة الاقتصاد الوطني، وحنلجأ للجهات الحكومية ذات العلاقة اللي هي أساساً لازم تقف معانا وتفعل دورنا. في أكتر من تفكير إن احنا نعمل مؤتمر لتعريف نشاطنا وعرض الخدمة على هامش المؤتمر، وإن شاء الله جاري الإعداد لهذا المؤتمر وسيعلن عنه،
ومقره وبرنامجه وبرعاية مين في القريب، يعني في غضون 15-20 يوم إن شاء الله. إن شاء الله.